أهل مصر، رجعنا لكم في مصر وناسها. هنتكلم عن دور الأحزاب في الشارع المصري، وهل فعلا الأحزاب لها تواجد في الشارع المصري ولا فقط بنجدها تعمل وقت الانتخابات؟ هيتكلم معانا في الموضوع ده أستاذ محمد مجدي، أو سيادة المستشار محمد مجدي، المحامي بالنقد وأمين حزب الحرية المصري بالشيخ زايد، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الوطن للتنمية. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، اهلا نورتنا بحضرتك يا فندم. النهارده. اهلا بحضرتك. حضرتك أمين حزب الحرية في الشيخ زايد، فكان لازم تتكلم عن الأحزاب في الشارع المصري. حضرتك شايف إن في أحزاب في الشارع المصري، ولا بالعكس الشارع المصري بيفتقد لتواجد الأحزاب؟ هقول لحضرتك حاجة. طبعا بعد 2011 حصل انقسام في الشارع المصري، وحصل تراجع لدور الأحزاب، محدش يقدر ينكر ده. لكن في الفترة الأخيرة وفي ال5 سنوات الأخيرة تحديدا بدأ يرجع تاني وجود دور للأحزاب، وجزئية ان يبقى في حزب واحد مسيطر على الشارع المصري او يكون له الحرية الكاملة في التواجد، او انه يكون له الكلمة الاولى داخل الشارع. يعني انت بتقول ان في تواجد للأحزاب في الشارع المصري؟ اكيد. احنا كان نفسنا نعمل مداخلات تلفونية يا جماعة، يا ريت تفتحوا بس الهوا كده عشان نسأل الناس برضو هل فعلا في تواجد للأحزاب في الشارع المصري ولا لا. اصل استاذ محمد برضو بيتكلم كأمين حزب. طيب هقول لحضرتك يعني لو حاجة. هتكلم من وجهة نظري، انا مش شايفة تواجد الأحزاب غير وقت الانتخابات فقط. هقول لحضرتك حاجة، اللي حضرتك بتتكلمي فيه إلى حد كبير كان صح، كان صح في فترة لغاية 2016 تقريبا أو 2015. لكن دلوقتي في أحزاب بدأت تشتغل على الأرض. هو دلوقتي في انتخابات؟ ما فيش انتخابات دلوقتي. ما احنا مش بنشوف، عشان يبقى معلش يبقى يا الدور استاذ محمد، دلوقتي. مش بنشوف يفط هقول لحضرتك الأحزاب حاجة، في هقول الشارع لحضرتك إلا حاجة. وقت الانتخابات. هقول لحضرتك حاجة. مع إن كان عندي تعليق معلش، أو عندي انتقاد لكمية الإعلانات للأحزاب في الشارع المصري، ويمكن حزب أو حزبين موجودين في الشارع حاليا. المواطن المصري مفتقد لكثير من الخدمات، والمفروض شغل الأحزاب مش إعلانات في الشارع للاستفتاء أو للانتخابات. المفروض شغلها هو التواجد مع المواطن البسيط والغلبان، تقضية مصالحه. تمام. فين يا فندم؟ هو مش كان أول الحاجات دي تروح للمواطن، ولا تروح للشوارع نرميها في الزبالة معلش بعد كده عن طريق الورق والإعلانات الكتير في الشارع؟ هقول لحضرتك حاجة. إن كانت بعض الأحزاب بتشتغل بالطريقة دي، الطريقة دي غلط. الطريقة دي فقدت مصداقيتها في الشارع، وفقدت انها تكون ظهر للمواطن. من المفترض ان الفتره اللي فاتت واللي جايه ان يكون في ربط ما بين المواطن وبين الحزب. انا عشان ابقى حزب بناء او قادر اقدم شيء للناس، لازم اكون على تواصل مع المواطن. سؤال لحضرتك، هل عمل الاحزاب هو حشد المواطنين للانتخابات والاستفتاء؟ لا طبعا. انا مش بشوف اي عمل الاحزاب غير كده، معلش وجهه نظري قد تكون مختلفه مع هقول حضرتك. لحضرتك حاجه، هقول لحضرتك حاجه، مع احترامي طبعا الكامل لوجهه نظر حضرتك، لكن النقطه اللي عايز بس اقولها لحضرتك، تمام، ان جزئيه ان اللي يتم حشد المواطنين للانتخابات، انا مش عارف فين جزئيه الانتخابات دي. طيب انا معايا اتصال بعد اذن حضرتك. اتفضلي بقطع كلام حضرتك. استاذ عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. استاذ عادل بحضرتك. اتفضل يا فندم. الله يخليك. انا بحاجة الاستاذ الفاضل اللي بتقول في احزاب في تواجد في الشارع، هو بيتكلم على مصر ولا دوله تانية؟ لا اكيد بيتكلم على مصر يا فندم. بنتكلم طيب على مصر. حضرتك معترض على ايه يا استاذ عادل؟ حضرتك راي حضرتك في الاحزاب ايه؟ احزاب في مصر الاحزاب ما فيش احزاب في مصر. وفي احزاب اصلا ما فيش. يعني احنا بس نتشرف الاستاذ عادل ده من المواطنين يا فندم. اتصال. اهلا وسهلا يا فندم. طيب حضرتك عايز تقول حاجه يا استاذ عادل؟ طيب اشكرك على اتصالك يا استاذ عادل. هو كان بيقول ان لا ما فيش احزاب، وان لو حضرتك بتقول ان في احزاب وحضرتك بتكلم على دوله ثانيه. لا يا فندم، لا احد ينكر ان في قصور، لكن ما فيش احزاب دي الكلام ده غير مقبول. غير مقبول ان انا اقول ان ما فيش احزاب. انا ما بقولش ما فيش احزاب، في احزاب على فكره وبتشتغل بهمه ونشاط، ولكن في اوقات معينه مش في كل الاوقات. حضرتك الكلام اللي حضرتك بتقوليه متعارض. حضرتك قلت لي ان ما فيش دور خالص للاحزاب، ودلوقتي بتقولي لي انا مش عايزه اتكلم. لا خلينا نكمل الحل على خير يا استاذ محمد. انا بقول ان في تواجد للاحزاب في اوقات معينه. تمام. الانتخابات فين هي الانتخابات؟
فين هي الانتخابات؟ كان عندنا على فكره قبل كده، كان عندنا من كام شهر الاستفتاء. هوضح لحضرتك حاجه، كان في تواجد في الشارع، كان في تواجد، كان في فعاليات لبعض الاحزاب، كان في. هوضح لحضرتك حاجه، تمام؟ لو حضرتك بتكلميني بصفه عامه عن الاحزاب، لا، انا اتكلم عن الحزب الذي انتمي لي، حزب الحريه المصري. اتكلم عن حزب الحريه المصري، بس انا بتكلم بصفه عامه. بصفه عامه لا، في قصور، في قصور لدور الاحزاب في الشارع، في قصور لدور الاحزاب، وفي خلط ما بين دور الاحزاب ودور المجتمع المدني. تمام. لما اجي اسال حضرتك، عمل الاحزاب في الشارع المصري المفروض يكون ايه؟ عمل الاحزاب في الشارع المصري هو الدور الاساسي ليه، اللي هو التواصل ما بين الدوله والحكومه وبين المواطن، حلقه ربط ما بين المواطن وبين الدوله. بمعنى؟ بمعنى بمعنى توفير الخدمات للمواطنين، وليس توزيع عليهم سلع غذائيه. الموضوع مش ان انا يعني اتاجر بالام الناس، لان موضوع المتاجره بالام الناس او ان انا اوصل للناس سلع غذائيه او ان اديهم اي شيء تاني بدون تقديم خدمه فعليه للمواطن او توفير فرص عمل. هسأل كده سؤال، المفروض الاحزاب عمل سياسي، تمام، والعمل الخدمي او المجتمع حاجه تانيه، تمام. طب ازاي بيتوافر الاثنين في مجال واحد؟ هقول لحضرتك حاجه، اللي بيشتغل عمل سياسي، تمام، العمل المجتمعي والسياسي لا ينفصلان، لا ينفصلان، هما وجهان لعمله واحده غرضها في الاخر خدمه المواطن. لو الكلام دون اتطبق الخدمه هتروح للمواطن. يعني حضرتك بتقول ان مفيش تعارض في العمل السياسي والعمل المجتمعي، والعمل المجتمعي ان يجتمع مع بعض او مع طبعا. طبعا. تمام. احنا قربنا على الانتخابات مجلس النواب، واحنا في دور الانعقاد الاخير للبرلمان، حضرتك بتفضل الانتخابات نظام القوائم ولا النظام الفردي؟ هقول لحضرتك حاجة، لكل نظام منهم مزاياه وعيوبه. طيب بعد هتجاوبني على السؤال معذرة، ولكن بعد الاتصال اللي معايا، أنا معايا مداخلة تليفونية من شباب الحزب الناصري. ماشي، اتفضل. مين بس؟ مين معايا؟ طيب هيثم عواد من شباب الحزب الناصري. هيثم عواد، أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ هيثم. اهلا بيك. اهلا يا فندم، نورت برنامج مصر وناسها. ربنا يخليك. اتفضل يا فندم. الحقيقه انا المداخله سمعت منها الجزء الاخير والحديث عن الانتخابات البرلمانيه القادمه والقوائم. تمام. ولسه استاذ محمد ما جاوبنيش على السؤال ده. تمام. لا، هو الحديث بشكل مطلق انه الانتخابات القادمه لازم تكون بقائمه نسبيه عشان يتم اتاحه فرصة كبيرة جدا للتمثيل بعيدا عن أي ضغوط أو بعيدا عن المال السياسي، لأنه يعني بيمثل إشكالية كبيرة جدا في التأثير على الناخبين، وعندنا تجارب سابقة كتير في الفترة اللي فاتت، وده مؤشراته في القادم وفي فيما هو مطروح تحت. لما أجي أسأل حضرتك، إن حضرتك بتقول تجاوز، زي إيه يا فندم التجاوزات؟ فكرة خضوع الانتخابات للقائمة المطلقة والتحكم في تحكم رأس المال السياسي في الصندوق عن طريق المغريات الكتير اللي بتتم، سواء من خلال توجيه الناخبين أو شراء بعض الأصوات أو استغلال حاجة البسطاء، دي كلها أمور بتأثر في سير العملية الانتخابية وبتأثر على حضرتك. في حزب الناصري، أحد شباب الناصري. تمام. لما اجي اتكلم عن الاحزاب في الشارع المصري شايفها ازاي يا استاذ؟ الاحزاب في الفتره الحاليه بتحاول تعيد انتاج نفسها من تاني بعد فتره طويله جدا من الانتكاسه اللي كانت موجوده فيها الحقيقه، يعني على مدار فتره طويله فيما قبل 25 يناير وابتدانا اللي بعدها كان الاحزاب غير موجوده بشكل حقيقي في الشارع، لكن الاحزاب بتحاول من تاني، واعتقد في فرصه جيده جدا في الفتره الحاليه انه الاحزاب تاخد مساحات في الشارع كبيره. تمام. اشكرك استاذ هيثم امين شباب الحزب الناصري على المداخله التليفونيه، ويعني عايزه اقول لحضرتك بجد نورتنا يا فندم ونورت برنامج مصر وناسها، وشكرا جزيلا لحضرتك. هرجع اكمل حواري مع سياده المستشار محمد مجدي صالح من حزب الحريه بالشيخ زايد. كنت سالت حضرتك بتفضل في الانتخابات القادمه لمجلس النواب نظام القوائم ام النظام الفردي؟ هقول لحضرتك حاجه، هو طبعا لكل نظام منهم مزاياه وعيوبه، لكن في الغالب نظام القايمه امن، بالنسبه للمواطن وبالنسبه للالتفاف حوالين فكر
ما نشتغلش على اهواء شخصيه. ان انا دلوقتي لما بقول ان فكر الحزب الفلاني فكر بناء، يبقى انا بختار قائمه الحزب ده. وكمان ببعد عن جزئيه المال السياسي اللي هي الرشاوي الانتخابيه، لان الرشاوي الانتخابيه وارد انها تدمر اي عمليه انتخابيه وتسفر عن نتائج غير جيده واشخاص غير جيدين في انهم يمثلوا المصريين. حضرتك شايف ان في بعض الاحزاب تنتمي للدوله، ولا الدوله نقول مش عايزه اقول تنصلت، ولكن اخلت مسؤوليتها من مشاركتها او كونها يعني بتساعد اي حزب من الاحزاب المتواجده على الساحه المصريه؟ هقول لحضرتك حاجه، موضوع حزب دوله دون انتهى بانتهاء الحزب الوطني. تمام. مفيش حاجة اسمها حزب دولة، وأي حزب بيدعي هذا الكلام الكلام دون غير منطقي وغير بناء، ومش هيعمل حاجة للناس غير إن هو هيخلي الحزب دون استنساخ للحزب الوطني تاني بشكل غير سليم. لأن الحزب الوطني سؤال، أنت شايف وجود الحزب الوطني في بعض الأحزاب المتواجدة على الساحة ولا لا؟ لسه ما تواجدش لا الحزب طبعاً اللي يمثل الحزب الوطني. لا. إحنا عارفين على يعني خلينا نتفق، سواء اختلفنا او اتفقنا مع الحزب الوطني، له ما له عليه ما عليه، لانه كان متواجد في الشارع المصري وكان بيعمل بنشاط وكان في قيادات شبابيه كتير جدا. بص يا فندم، الحزب الوطني كان حزب الدوله اللي كان بيترأسه رئيس الدوله، فبالتالي كان الحزب الوطني معروف على الصعيد الداخلي والخارجي ان هو حزب الدوله والممثل للدوله. تمام. دلوقتي القياده السياسيه او الدوله او الحكومه على مقربه واحده من جميع الاحزاب، اعلنت عدم مسؤوليتها عن اي حزب، ده رسمي. تمام. وكل الاحزاب موجوده في الشارع، اللي يقدر يثبت وجوده يثبته، اللي يقدر يعمل حاجة للمواطن يعمله، والتنافس اللي موجود. احنا بنلاقي مسميات كتير للأحزاب في الشارع المصري، ولو لما الاقي يعني مش عايزة أذكر أسماء، ولكن في بعض الأحزاب المعروفة والغير معروفة، أنا بلاقي كل يوم والتاني حزب مختلف عامل لي إعلان في الشارع. لما أجي أتكلم عن اللي بيحصل كمية الأحزاب المتواجدة، ما أعتقدش حضرتك بتشوف الإعلانات دي فين. ده الاحزاب، انا شايف ان الاحزاب اللي وصلت اظن انها تجاوزت 106 حزب. طيب. اظن ان ده عدد قليل، ده احنا ما شاء الله كده كتير جدا. ما عشان كده بقول لحضرتك، انا اعتقد ان هم بالكتير قوي 6 اللي معروفين للمواطنين، والباقي ما اعتقدش ان حد يعرفه. تمام. لما اجي اتكلم عن حزب الحريه، وحضرتك امين حزب الحريه المصري بالشيخ زايد، لما نتكلم عن تواجده في الشارع المصري من وجهه نظر حضرتك، شايفه بيشتغل ازاي؟ هقول لحضرتك حاجه، حزب الحريه بفضل الله بينتمي ليه مجموعه كبيره جدا من القيادات ذات الفكر السياسي، ذات الفكر السياسي اللي عايزه تقدم شيء للبلد، عايزه تقدم شيء للمواطن، ما بيشتغلش بنظام ان انا العب على اوجاع الناس او العب على احتياجات الناس، لا، انا اقدم لهم الاحتياجات دي، لكن في احتياجات اكثر أهمية إنها توصل، توفير فرص عمل، بناء جسر من التواصل بين الدولة وبين الحكومة، بين الحكومة وبين المواطن. الحكومة والمواطن. لأن الموضوع لو أنا هشتغله لما أجي أتكلم عن الأمانة بتاعت حضرتك. تمام. ونذكر بعض الفعاليات اللي حضرتك بتقول إن تواصلت ما بين المواطن والدولة، زي إيه يا فندم؟ تمام، إحنا دلوقتي يا فندم فاتحين باب لخدمة المواطنين على مستوى زايد وأكتوبر، الباب دون نوع من انواع التواصل مع مجلس الوزراء، مع الهيئات، مع الحكومات، علشان يعني نعمل. انا عندي مشكله، استاذن حضرتك اكمل، عندي مشكله عايزه احلها. يعني ايه مشكله عايزه تحلها؟ مشكله مع مسؤول وليكن رئيس جهاز. ايوه يا فندم، الموضوع ما هواش شخصنه الامور. تمام، ما هو يعود على المواطن في شكل منفعه عامه. تمام. يعني ما يخص الكهرباء، ما يخص المواصلات، سفلات الطرق، اناره. تمام، هو ده بقى دور الاحزاب. دور الاحزاب انها تعمل ده. حضرتك بتقوم بعمل كده يعني؟ يا فندم، انا بقول لحضرتك ان احنا دلوقتي في مكتب خدمه مواطنين موجود في الشيخ زايد، قائم على جزئيه التواصل ما بين المواطن وما بين الدوله لتحقيق احتياجات المواطن. احتياجات المواطن دي مش اللي هي الزيت والسكر، احتياجات المواطن دي مش الاكل والشرب، احتياجات المواطن دي هي سبل العيش. سبل العيش دي اللي هي كل ما يحتاجه المواطن عشان يقدر يعيش. انت شايف يا فندم ان احنا عندنا ثقافه احزاب في المجتمع المصري؟ يعني انت الناس شايفه او بتتعامل مع الاحزاب بطريقه مفهومه، ولا احنا بنشتغل شغل عشوائي؟ لا، هقول لحضرتك حاجه، احنا للاسف احنا لسه ما وصلناش لحجم الحزب
اللي يقدر يجري المواطن في التعامل معاه. مصر محتاجة لسه جزء انها تقوم بيه، لكن لو اتكلمنا كانت في احزاب قادره توصل للمواطن وكانت الناس بتسعى للانضمام اليها، ما كانش الحزب هو اللي من يسعى الى المواطن، كان المواطن هو من يسعى الى الحزب. برضو حضرتك بتقول ان حزب الحريه في الشيخ زايد تحديدا، انا ما بتكلمش على الشيخ زايد تحديدا على فكره، انا بتكلم بصفه عامه. لا انا بتكلم عن الشيخ زايد. الشيخ زايد الامانه بتاعت حضرتك فيها خدمه مواطنين بجانب العمل السياسي. احنا اتكلمنا عن خدمه المواطنين. طيب لما اجي اتكلم عن العمل السياسي، هو خدمه المواطنين ايه؟ حضرتك قلت ان لا ده مش عمل مجتمعي، عمل مجتمعي ده هو اللي هو حضرتك بتوفري لمجموعه ناس اطراف صناعيه، بتوفري لهم علاج على نفقه الدوله، بتوفري لهم اكل وشرب في ظروف معينه او في اوقات معينه، لكن العمل السياسي. انا سالت حضرتك قبل كده قلت لك دور الاحزاب في الشارع المصري المفروض تكون التواصل، ايه؟ قلت لي التواصل اللي هي خدمه المواطن. خدمه المواطن. طيب لما اجي اتكلم لما اقول الحزب بيخدم المواطن، اما عمل الجمعيات الخيريه في مصر بتعمل ايه؟ ما هو يا فندم انا ده اللي انا فرقت ليك لحضرتك. يمكن ما خدتش بالي لما قلت لحضرتك ان خدمه المواطن في فرق بين ان اوفر له احتياجاته الضروريه من الاكل وشرب ومسكن وملبس. دي عمل الجمعيات. تمام، ده عمل الجمعيات والمؤسسات الاهليه اللي هو المجتمع المدني اللي احنا مش بنشوفها. تمام، بغض النظر حضرتك بنتكلم دلوقتي عن الاحزاب. طيب تمام، بنتكلم عن الاحزاب، لكن لو اتكلمت عن دور الاحزاب، لا دور الاحزاب مش كده، دور الاحزاب انه يبدا في التواصل في توفير فرص عمل للناس، للتنمية الوطنية لدى النشء. احنا في زمن دلوقتي النشء فقط فيه القدوة، القدوة مش موجودة. القدوة مش موجودة، ده راجع لإيه؟ راجع لسوء. هقول لحضرتك حاجة بمعنى أوضح، أنا شايف إن أداء الحكومة لا يرقى إلى مستوى خطوات القيادة السياسية، أقل كتير وأبطأ كتير جدا من مستوى شغل القيادة السياسية في مصر. لما اجي برضو اتكلم على حزب الحريه، استعد ازاي للانتخابات القادمه؟ ان شاء الله باذن الله هيكون في استعداد كامل للدخول في المعترك الانتخابي، لان هو معترك والموضوع مش سهل، لان الشارع فيه احزاب مش قليله، لكن اللي هنقدر نقوله واللي أكد عليه الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب والمتحدث الرسمي باسم البرلمان، إن مفيش مائدة مفاوضات هتكون موجودة سواء للسلطة التشريعية أو التنفيذية إلا وهيكون عليها حزب الحرية المصري بإذن الله. تمام أستاذ محمد، إحنا بنشوف للأسف الشديد يمكن خاصة في زايد أكتوبر نصف المجتمع، ويمكن في مصر كلها نصف المجتمع بيطلع يعرف نفسه على أنه أحد قيادات العمل المجتمعي بالمدينة أيا كانت مسمى المدينة إيه، ومع ذلك المواطن ما بيشعرش أو لا يشعر بوجودهم سواء في العمل السياسي أو في العمل الخدمي. من وجهة نظر حضرتك إيه؟ هقول لحضرتك حاجة، هو للأسف أصبح في وظيفة بتقال النهاردة أنت بتشتغل إيه؟ أنا بشتغل في العمل العام. العمل العام أصبح لفظ أكثر يعني ملوش قيمة، ملوش قيمة للأسف، وبقى أصبح ملوش قيمة بسبب عدد من الناس اللي بينتموا إليه. على قد ما في ناس بتخدم في العمل العام وبتقدم شيء جيد لبعض الناس، على قد ما في ناس أصبح بالنسبة لهم العمل العام وسيلة ارتزاق. أصل أقول لحضرتك حاجة، العمل العام ليس وظيفة. تمام، على من يدعي، على من يدعي إنه يعمل عمل عام، عليه إن هو يثبت هو بيجيب منين الفلوس اللي بيصرف بيها على العمل العام. والا انا دلوقتي بالنسبه لي انا بقدم عمل عام، هي دي وظيفتي؟ اكيد ليا وظيفه تانية. ما هي دي مش وظيفه. دور وزاره التضامن لازم يبقى اقوى من كده في الشارع. تمام، ان ما يشتغلش العمل العام غير المؤسسات والجمعيات، ويكون في متابعه جيده اكتر من كده للمؤسسات والجمعيات الاهليه. حضرتك بتقول ان الاحزاب يعني ابتدت يبقى لها دور في الشارع المصري او بتحاول تثبت وجودها في الشارع المصري. للاسف الشديد يا استاذ محمد انتهت فقرتنا، كنت سعيده جدا بالحوار مع حضرتك سياده المستشار محمد مجدي صلاح المحامي بالنقد وامين حزب الحريه المصري بالشيخ زايد، نورتنا ببرنامج مصر وناس يا فندم. وكنت عايزه انوه بس للساده المشاهدين ان سياده المستشار ان شاء الله موجود معانا كل حلقه باذن الله يوم الخميس الساعه 3 عصرا. اهل مصر وناسها، للاسف الشديد انتهت حلقه النهارده، انتظروني يوم الخميس القادم ان شاء الله وحلقه جديده من مصر وناسها.